مين هنا؟ سمارة. Thank you.
الله في سما يا سمارة، لو ما بطلت اقواء لحنس الجيبشيبي ده فوق دماغه. راح فين يا سمارة؟ راح البديعة يا ام، راح البديعة. والبت تلطخني على القفايا وتروح تقابل الراجل اهو. شوفي ربنا بيعمل فينا ايه عشان كذبتي على امك. اسكتي بقى، انت شو بتدي فيا؟ عارفة اللي انا فيه يا ام، مش عارفة اعيش من غيره ازاي. عدادي يا اختي، عدادي عدادي يا اختي عدادي، كل اللي احنا فيه ده بسببك يا ست سمارة. بكرة يا اختي يتهموا فينا ويقولوا احنا اللي عملنا العملة السوداء دي، مش عارفة اخرتها ايه، هيرمونا فين اكتر من الرمية السوداء اللي احنا فيها دي. يا رب يا شيخ ياخدوني ويدوني اعدام عشان اخلص من كل القرف اللي انا فيه ده. ولله ما في السماء عايز ابقى اشوفك في المكتب يا صالح. امرك سعاده الباشا. يولد الإنسان في كل أنحاء الدنيا صفحة بيضاء لا تشوبها شائبة، فقيرا كان أم غنيا، ولكن بعد ذلك يبدأ المجتمع في تحديد ملامحه، وذلك حسب البيئة التي ولد فيها. وتحاول هذه الرسالة أن تجيب على هذا السؤال: ماذا يحدث لو انتزعنا إنسانا بالغ الرشد من بيئة فاسدة وهيأنا له الظروف في أن يعيش في بيئة صالحة؟ مفيش فايدة يا ابني، مفيش فايدة. المجرم هيفضل مجرم، وديك دفعت الثمن.
طب واحنا مالنا باللي قتل ولا ما قتلش يا معلم؟ احنا ناس تجار مخدرات بكل امانة وشرف، اذا احنا بقى في القتل وانا بالذات يا معلم، يعني هو انا كنت بنفسي في حبها وعايز اتجوزها؟ اه يعني انا اللي قتلته تعبيط يالا ولا ايه؟ وهتخش قدام النيابة تقول الكلام ده؟ ويعني انا اللي قتلته يا فتوح؟ ده معلم لا انت ولا هو، انا بتكلم عن نفسي. ايه بقى اللي جبنا انا هنا واتكلمش في كلبشات وادخل في قضايا قتل وجرايم؟ ما كانوا سابوني زي الواد بلاجة والواد مضحك، ولا عاجبك كده معلم التكتيف اللي ما تتكتب يا انا دونجل بقى؟ اخرس خالص. صدقني الغلطان اللي خليتهم حطوا ايدك في الكلبش بتاعي. لا فيك الخير يا معلم، امال كنت هبقى دراعك اليمين ازاي؟ عبد المجيد بيه، تفتكر حضرتك مين اللي ممكن يكون ارتكب جريمه زي دي؟ مش عارف. هو المجني عليه ما كانش له اي اعداء؟ ابني الناس كلها كانت بتحبه. اصل احنا عرفنا انه كان على علاقه ببنت بتشتغل رقاصه في قهوه تملكها امها في حي كلود بيه. ما عنديش فكره عن الموضوع ده. يعني هو ما حكاش لحضرتك خالص عن البنت الرقاصه دي؟ ابني كان على خلق وما افتكرش انه فكر يعرف واحده بالمواصفات اللي حضرتك بتقول عليها دي. يعني حضرتك ما بتتهمش اي حد؟ لا. عبد المجيد بيه، يا ريت سيادتك تساعدنا، انت شخصيا مالكش اي اعداء؟ كل اللي اقدر اقوله ان لي منافسين في الاحزاب التانيه، غير كده ما افتكرش. طيب ما هو ممكن يكون حد من المنافسين السياسيين دول هو اللي ارتكب جريمه زي دي. وايه اللي هيستفيده من قتل ابني؟ هما قد ايه يا باشا والله العظيم ما ليهم تالت؟ مين يا سمار؟ سلطان الفكهاني فتوح الخضري، وعلى فكره الاتنين دول لا بيفهموا في اللحمه ولا في الخضار ولا في اي حاجه، دول تجار مخدرات. سماره احنا بنحقق قضيه قتل مش قضيه تجاره مخدرات، انت فاهمه؟ اه فاهمه. هما الاتنين بره عندك طلع منهم بقى القاتل. طب ما انا عندي فكره احلى، ما تيجي تقعدي مكاني وتشتغلي بدلنا، ايه رايك؟ تعالي يا اختي تعالي اقعدي. عملوا لك حاجه جوه؟ طيب اقعدي. استرها معانا يا رب، النبي تسترها معانا، ده احنا غلابه يا اختي. خش يا معلم سلطان، خش يا اخويا، خش يسترها معاك ومعانا ربنا. سلطان، سمارة بتقول إن أنت اللي قتلت كمال عبد المجيد سالم، إيه ردك على الاتهام ده؟ اتهام إيه يا سعادة البيه؟ ده كلام يفور الدم الكلام ده، إشمعنى أنا؟ لأن في شهود قالوا إن أنت الوحيد اللي ليك مصلحة في قتله. مصلحة إيه بس يا سعادة البيه؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، إذا كنت أنا سعادة البيه ما أعرفوش، ولا عمري لساني جه على لسانه لا بالطيب ولا بالرادي. سلطان، انت مش كنت عايز تتجوز سمارة مسعود الشواربي وهي رفضتك وفضلت عليك كمال عبد المجيد، وده السبب اللي خلاك تفكر تقتله؟ ساعات البيه بالراحة عليا، مش كده؟ انا منكرش ان انا عاوز اتجوز سمارة، ما قلتش لا. بس على المؤاخذة مش انا لوحدي اللي عاوز اتجوزها، ما في غيري متشحتف عليها ونفسه يتجوزها. حلو قوي. زي مين بقى سلطان؟ فتوح الخضري. مين فتوح الخضري؟ سلطان هو اللي بيقول كده؟ ده عايز يدبسني بقى. طب ايه شغل حضرتك بقى ان انا لما مؤاخذه رجعت سالت المعلم سلطان نفسه ايه الزيطه والحاجات دي ساعه ما الحادثه دي حصل؟ الله، ما جايز تكون انت اللي قتلته يا فتوح وجريت بسرعه وبعدت عن مكان الجريمه. يا سعاده البيه، ساعه الجريمه دي ما حصلت انا كنت في سوق الخضار بتفق مع المعلمين على البضاعه، البضاعه الخضار يعني اللي هيجي، وحدك ممكن تسالهم واحد واحد. ماشي يا فتوح. طب تفتكر بقى مين اللي ممكن يكون قتل المجني عليه كمال عبد المجيد سالم؟ لا دي سهله يعني. حضرتك
اللي قتله هو نفس اللي قتل التلاتة قبليه اللي كانوا خاطبين سمارة. انت بتشك في حد معين؟ يا سعادة البي بالعقل كده يا اخويا هشك في مين؟ الله، كل اللي انا اعرفهم اهلنا وولاد حتتنا ورجالة وجدعان. لا يمكن لا يمكن يا اخويا يقدروا يعملوا حاجة زي دي ابدا. طيب بلاش تشك، تفتكري مين له مصلحة في قتل كمال عبد المجيد؟ يا اختي اجروا يا اخويا دوروا في دفاتره القديمه، الله في سماه لا هتلاقوا له بلاوي قد كده، وكل الناس عايزه تنتقم من عبد المجيد ده. ما اعتقدش ان في حد عايز ينتقم منه، لان عبد المجيد بيه راجل محترم وله نزاهته ومعروف في المجتمع. يا سعاده البيه، اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عاقل. عبد المجيد بيه ده ياما اذى ناس وقفل بيوت، واخرهم لا مؤاخذه بيوت الدعاره. الاخبار التحقيق يا عبد المجيد بيه؟ النيابة ما قدرتش توصل لحاجة، حققوا مع كل الناس اللي الشبهات حواليهم، لكن ما فيش شخص معين حواليه أدلة وقرائن. الغريب إن أنا سمعت من النائب العام إن البنت اللي اسمها سمارة دي كانت مخطوبة قبل كده التلاتة، والتلاتة اتقتلوا. إذا في شخص واحد هو اللي ورا الجرائم دي كلها، شخص بيحبها ومش عايزها تتجوز غيره. الكلام ده مظبوط، لكن مين هو الشخص ده اللي عمل كده؟ اهو ده اللي النيابه ما قدرتش توصل له. لكن انا بقى هوصل له. لا المره دي لا، ده مجهول تاني. لا طب بس اهدي اهدي، مفيش أي شبهات أو شك حوالين شخص معين، الشبهات حوالين ناس كتير، لكن مفيش دلائل مؤكدة حوالين حد بعينه. يعني إيه؟ سايبين القتل يقتل؟ أمال أنتوا قاعدين بتعملوا إيه؟ ها؟ قاعدين بتعملوا إيه؟ على المرة دي مش هتعمل هنا غير لما أعرف مين اللي قتل سي كمال، واللي قبله واللي قبله واللي قبله. إيه الحكاية إيه؟ مش بيقولوا البلد دي فيها قانون؟ القانون عمل إيه؟ يا شيخ حرام على الدحال اللي مات المرة دي، أبو راجل جامد أوي وكلمته مسموعة. الكلام اللي بتقوليه ده مظبوط، فعلاً عبد المجيد بيه سالم راجل له مكانته واحترامه في المجتمع، لكن اللي لازم تفهميه إن كلنا قدام القانون سواء. أنا خلاص الكلام المزوق بتاعكوا ده ما بقتش آخد منه، أنا مش هتقطع من هنا غير لما تقولي لي مين اللي قتل كمان، واللي قتله واللي قتله. واد يعني. طب ممكن تتفضلي وتديني فرصة أتصرف؟ مش هتفضل. وبعدين معاك يا بت، انت هتتفضلي ولا اتصرف معاكي تصرف تاني؟ طيب اسماعيل ارموا البنت دي بره. انا مش هخرج من هنا بره، مش همشي. تفتكر انا هسكت يا انيسه؟ انا مش هتبرد ابدا الا لما اشوفك بتتكلم. وانا مستنى اسمع كلامك ده. انا ليل نهار ما بفكرش غير ازاي اعرف مين اللي قتل ابني، وساعتها يا ويله مني. طيب
والبنت اللي كانت السبب في كل المصايب دي سابوها كده. ما يدروش يثبتوا عليها حاجة. معقولة؟ معقولة يعني هي ما تعرفش مين اللي قتل كمال؟ اللي عرفته انها اتهمت كل اللي كانوا عاوزين يتجوزوها. يا ريتو ما عرفها، يا ريتو ما قابلها، يا ريتك ضغطت عليه عشان يعجل بجوازه بالنورهان، كان زمانه دلوقتي في وسطينا. ابنك ما كانش بيحب نورهان يا أنيسة. بعدين ده قدر، كناش هنقدر نمنعه. قدر حرمني من ابني، قدر حرق قلبي احنا كمان على ضنايا. ليه ما خدنيش انا كبير وشبعت من الدنيا؟ هو لسه صغير، لسه صغير قوي. ليه يا عبد المجيد؟ ليه؟ شفتي يا حبيبي الوليه الموقوسه دي كانت هتوديك في داهيه ازاي؟ ما قلتلك ابعد عن البنت دي احسن لك، دي تجيب الفقر. والاكاده بقى يا معلم ان هما بيقولوا ان هي شهدت في النيابه ضدك. الحمد لله. بص يا حبيبي، اي واحده اخطبها واحنا الثلاثه كده مش هنزعل ابدا. ولا يا اخويا مستعده اختارها لك بنفسي. امال ايه ولا ايه؟ وانا بقى يا معلم هلبسها لك وازوقها لك واكحل لك رموش وبعد كده تاكليها هم. شوف شفت يا حبيبي، كلنا احنا بنحبك واوصله اي واحده الا العقربه دي. ما كفايه بقى، الله يخرب بيوتكم. انتوا ما بتعبوش من الراجل. يلا كل واحد على الزريبه بتاعتها. يلا هش هش يا جاموس هش. سلطان عزيز ما تديني نفس، مركب لها خرطوم حريقه. اسر يا سلطان. الشوان دي مالهم رايقين قوي كده ليه؟ مفيش واحدة فيهم حاسة بالمصيبة اللي أنا واقف فيها. أيوه مصيبة يا سلطان. هتقول لي أنت ناوي تعمل إيه؟ أعمل إيه يعني يا فندم؟ ومن ساعة موت فنجري وهي قافلة معايا زي الجمر. يعني مثلا سعادة البيلة مؤاخذة ما يعرفلكش أي نملة؟ كان اتصل بيا يا جدع. انت كمان ما تعرفش لا مؤاخذه اي طريقه كده ممكن تقربنا ليه ونوصل له؟ فاهمك ازاي يا فتوح؟ قلت لك 100 مره الراجل ده ما كانش مد امان لايها حد، حتى فنجاري ما كانش يعرفه ولا حتى ولا يعرف تليفونه. انت بس لو كنت قرصت شويه على فنجاري كان زمانه اداك نمر التليفون. انا كنت فاكر ان فنجاري هيتقتل بسرعه كده. اللي اقول له يا معلم، متعرفش مين اللي قتل فنجري؟ ولا في قرى زونجا؟ انا ده عمال يسال فيا كل شويه مين اللي قتل الواد بتاع السماره، ودلوقتي مين اللي قتل فنجري؟ اذا كان البوليس والحكومه والنيابه مش عارفين، انا اللي هعرف. ما تيجي نفتح المن. تتكلم جد يا فتوح؟ ما هو في ناس كتير قوي بتروح تفتح المندل وتعرف اللي هي عايزاه. المندل؟ والله ما كان حد يغرله. قالت الحكومة عرفت اللي عايز تعرفه. أنا بضحك معاك يا راجل أنت. ولا ما تعرف ليش أي حد تجيب منه بضاعة؟ ما أنا ياما قلت للمعلم سلطان سيبك من سعادة البي ده اللي إحنا معتمدين عليه في كل حاجة وندور لنا على سكة تانية، بس المعلم يعني مش معبرنا. والراجل ما كان ماشي معانا حلو، هسيبه ليه؟ الله، والمثل بيقول لك اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش. يا معلم هو انت كنت تعرفه؟ انت كل اللي تعرفه عنه صوته. وانا محتاج اشوفه ليه؟ ما كنا بنعمل معاه مصالح محترمه وماشيه زي الفل، محتاج لوشه في ايه؟ ادينا بقينا محتاجين لقفاه دلوقتي يا معلم. بس انا بقى جاتني حته فكره. ايه يا فتوح؟ معلم سلطان مش موافق، بيقول البحر له رجالته واحنا ما عندناش خبره في الحاجات دي. معاه حق يا معلم، رجال بلو رجالته. طب وماله يا سيدي؟ اللي يسأل ما يطيقش، ندور على رجالة. المهم يا معلم مين اللي هيجلب؟ يا عم ندور وأكيد هنلاقي.
هو انت مش بتقول ان سعاده البيه ده هو التاجر الوحيد اللي بيجلب البضاعه من بره وبعد كده بيوزعها عليكم؟ انا بتهيألي اكيد لازم يبقى فيه ناس ثانيين، يعني مثلا لو رحنا العرب سينا، رحنا السويس، مرسى مطروح، اكيد هيدلونا. يعني خلاص مفيش امل في سعاده البيه ده؟ سعاده البيه ايه بقى؟ الله يرحمه ويرحم ايامه، الصله اللي كانت بيننا وبينه اتقطعت. ده احنا خلاص كنا هنوصل لنمر تليفونه. اه والله كانت الحكايه فرقه ساعه ولا ساعتين. يلا المهم انا هدعبس كده ولا كده عشان اشوف حل في المصيبه اللي احنا فيها دي بدل القعده اللي احنا قاعدينها. مش ملاحظ حاجه غريبه اليومين دول يا معلمي؟ حاجتين. يعني المعلم فتوح بقاله كام يوم كده مختفي وسايب الدكان اللي الواد بلاجه وهو ما بيظهرش خالص. جايز جايز مريح، ما انت عارف الشغل اليومين دول. بس انا لو مؤاخذه يعني يا معلم شايف حاجه تانية. حاجتي بتكلم على طول ولا لازم تشحتفني معاك يا معلم؟ انا حاسس ان فتوح بينخور وبيدور عشان يجيب بضاعه من حد غيرنا لو مؤاخذه. تفتكر؟ اه معلم، انت مش فاكر لما قالك ان هو عايز ينزل البحر بنفسه؟ هو يعني قد الكلام ده؟ ما هو زي ما قلت له قبل كده شغلانة البحر دي محتاجة رجالة صنف تاني، رجالة يعوموا أدعم السمك. ما أنا يا معلم قلبي متواغوش وخايف لا يكون غطسان اليومين دول يعني بيدور على دولاب رجالة عشان ينزلوا البحر ويجيبوا له بضاعة. خلاص يا أخوي، يبقى احنا نستنى ونشوف، ويا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. يعني يا معلم؟ يعني احنا نقعد ونحط ايدنا على خدينا ونشوف فتوح هو بينزل بضاعة في السوق؟ وعايز نعمل ايه؟ ننزل البحر احنا كمان يا معلم، ما احنا برضه مش قليلين. انا يا اخويا ما اشتغلش في حاجه ما بفهمش فيها. عفارم عليك يا معلم، هو ده الكلام المظبوط. بقول لك ايه يا واد يا دونجل، خف على المعلم وبلاش تزقه في السكه الخاطره. اه ساعتها يا حبيبي انت مش هتنفعنا، احنا عندنا سمت المعلم بالدنيا. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم، انتوا بتتصنطوا على الكلام اللي بنقوله. طب قسما عظما لو كلمه من اللي قلناها تطورت كده ولا كده يخلص عليكم. خلاص يا معلم، هو احنا يعني كنا رسينا على حاجه؟ ما انا عمال اهاتي من الصبح وانت لو مؤاخذه مش عايز تسمع كلامي. وكلامك يودي في ده يا سيدنجل. قفل ياض على السيره دي، انا ماليش في شغل البحر، وإذا كان فتوح هيشتغل فيها وعجبك يا أخويا روح اشتغل وياه، والقلب يدعي لك أنت وهو. أنا امبارح بالليل كنت قاعد مع المعلم حسون الضبع، ده أكبر جلاب بحر، بيدي تجار من أول بني سويف لغاية أسوان. إيه ده باين عليه راجل جامد أوي. طب وده هيرضى يشتغل معانا يا ريس؟ المهم إحنا اللي هنشتغل معاه. كلام إيه ده يا معلم؟ صبيان يعني؟ صبيان إيه يا ساعد؟ هو هيجيب البضاعة ويصبرها في البحر، وفي رجاله هتطلعها لنا على الشط. انا مش عارف ليه يا معلم مش مطمن لشغل البحر ده. ايه بس يا سعد، ده الشغلانه دي فيها مكسب اجدع من سعاده البيه 100 مره. المهم يكون في رجاله يعرفوا يغطسوا في الميه يجلبوا لنا البضاعه. معلم حسون اداني كام اسم واحد بس، رجاله ايه ما جابتهاش ولاده. الله، طب واحنا هنشتغل ايه بقى؟ احنا هناخد البضاعه ونخزنها. المهم يا معلم، الناس دي انت مالي ايدك منهم؟ ما كنتش جازفت بمالي وحالي، أعمل إيه بس يا حسن؟ طب المهم يا معلم، هيبتدي الشغل إمتى؟ هو المعلم حسونة هيدينا الميعاد، أنا كل اللي طالبه بقى إن المعلم سلطان ما ياخدش خبر بأي حاجة. أنت لو تديله بضاعة يا معلم؟ ده بعده، ده لما يشوف حالة بتودنه. من هنا ورايح مفيش في السوق غير معلم واحد بس، فتوح النمر. علو وفيقة، ازيك يا حبيبي وحشتني. انت فين؟ لسه في نفس المكان؟ شفت اللي حصل لنا يا وفيقة؟ حد كان يصدق ان كمال ابن خالك يجرى له اللي جرى؟ كان لازم يا حبيبي تيجي وتعزي خالك او حتى تكلمه في التليفون وكلم فايزة، دي حالتها وحشة قوي قوي. طب هشوفك امتى؟ مش عارف، انا مش عارفه ايه اللي طلعك ظابط بس.
فايزة، فايزة. نعم يا بابا. ارفع السماعة، هو في عاوز يكلمك. أيوة في حياتك الباقية. أنا عارفة وفيق ومقدرة، كنتش هتصور إن دي هتكون نهايته غصب عني، غصب عني يا وفيق. مش قادرة أتصور إني مش هعرف أشوفه تاني. ماما، ماما ضايعة خالص يا وفيق، قافلة على نفسها اوضتها ومش عايزة اتكلم اي حد. انت اول ما تلاقي فرصة تكلمني وفيق كلمني. انا دلوقتي محتاجة لك اكتر من الاول، ضروري يا وفيق، ضروري. مع السلامة. اهلا اهلا سمارة يا بنت. ازيك يا عم مركور؟ نحمده. امور يا بنت؟ امر لله وحده. كنت عايزاك تشوف الدفتر التليفونات نمره واحد اسمه عبد المجيد سالم. عبد المجيد سالم؟ انا متهيألي سمعت الاسم ده كتير. ايوه، ما يكونش هو ده النائب اللي في البرلمان اللي مسمينه النائب المشاغب؟ دولي على نمرته. انت محتاجه منه حاجه؟ ايوه افتكرت، مش هو ده اللي دبح ابنه هنا في الحي؟ انت هتدولي على النمره ولا اروح اشوفها في مكان تاني؟ نقول لها مين حضرتك يا فندم؟ طب دقيقه واحده. ست فايزه، ست فايزه، تليفون علشان سعادتك. مين؟ واحده بتقول انها صاحبه حضرتك. ما قالتش اسمها ايه؟ لا يا فندم. طب روح انت. الو، مين؟ سمارة؟ ايوه انا سمارة يا ست فايزة. ورحمة المرحومة تقفل السكة. والله العظيم انا مالية دخل باللي حصل يا ست فايزة. انا عايزة اشوفك ضروري. كنت عايزة تجيبي لي صورة لسكابال. شوف اي مكان انت عايزاني اجيلك فيه هجيلك فيه. طب اجيلك الصبح بدري ولا اخر النهار؟ كتر خيرك يا ست فايزة، ربنا يخليك. ماشي، مع السلامة. هو ايه اللي حصل بالظبط يا ست سمارة؟ كمان مش عايزة تردي؟ طب قولوا كتر خيرك يا عم مدكور. انا عايز الشغل يا رجالة يبقى على مية بيضة، وعلى ميه بيضة دي يعني بسرعه يبقى كله في التمام. ان شاء الله هتنبسط قوي مننا يا معلم فتوح. حتى بصر علينا المعلم حسون الضبط، احنا عاملين معاه كذا عمليه وكان بيدينا الطاقه. ايه؟ اي والله يا معلم فتوح، احنا سمعتنا في السوق زي برلاند. وانتوا بقى بتبقوا عارفين مكان البضاعه المصبره؟ الكلام ده بقى يبقى يقولوا المعلم حسون الضبط على المعلم فتوح ويبقوا يبلغونا بيه. في حد ما مستنى على بره معلم؟ المعلم سعد والمعلم حسن والواد بلاج، هما ياخدوا منكم البضاعة ويروحوا يشونوها. وعندكم مكان تشونوا فيه؟ انت مالك بقى، ده شغلنا احنا. ومين بقى الريس اللي احنا هنسلمه؟ الريس سعد هو اللي هيبقى بدالي، كأن انا موجود بالظبط. السبيرة يا رجالة كده بقى كله قسط يا معلم. ده بلاجة عمينا معلمي، فيش لقمة كده ناكلها مع الرجالة عشان يعيشوا ملح ولا ايه؟ يا معلمي حمامة. طب يعني ممكن لو سمحتوا الاسامي تاني يعني عشان نحفظها بس. احنا اسامينا مش صعبه للدرجه دي. محسوبه ميدان الرفاص، وانا سمك الغواص، وانا بقى محسوبكم سلقم العفريت. لا انعم واكرم. حفظت الاسامي ولا ايه يا ابو علي؟ اسامي سهله قوي يا معلم. عبد الله على السلامه يا معلم فتوح.
ايه كنت مسافر ولا ايه يا فتوح؟ لا لا يا معلم سلطان، كنت تعبان، كنت بعافيه شويه، راقد في البيت يعني. الف الف بشر عليك. الله، ما فين صبيك بناجر؟ ازاي الواد ده يسيبك تفتح الدكان بنفسك؟ اصل بعيد عنك عنده حاله وفاه. اه قلت لي بقاء لله. بقول لك ايه، ما تاكلنيش كده، قول لي اخبار البضاعه ايه والشغل. انا قلت لك اللي عندي يا فتوح، شوف انت بقى اتصرفت ازاي. اتصرف ازاي وانا راقد في البيت؟ يا راجل بقول لك كنت عيان. اياك بس ما تكونش رقيد لنا يا فتوح. تبلغك عني حاجه يا سلطان؟ اللي على راسه بطحه. لا اله الا الله، ما شوف يا دونجو المعلم بتاعك ده بيفكر ازاي. يا معلم بس هو كان عايز يطمن عليك يعني، عشان انت غبت شويه انت وصبيانك. لا اله الا الله، وانا لا مؤاخذه لما اغيب وابقى بعافيه، صبياني هيجوا يعملوا ايه في الزمن المهبب اللي احنا فيه ده؟ نفسي اصدقك يا فتوح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. في حد يعرف ان انا هنا؟ لا ما اقدرش اقول لهم يا سمارة. معلش انا عذراهم، بس احلف لك بيا ست فايزة انا مظلومة والله العظيم. بس انت اكيد عارفة مين اللي قتل اخويا. والله مظلومة، والله العظيم مظلومة يا ست فايزة. طب تعالي تعالي نروح الجنينة. اسألي وكيل النيابة، انا قلت له يا ست فايزة حتى الاثنين اللي اعترفت عليهم ما عرفوش يثبتوا عليهم حاجة. ما اني مش عايزة اقول لك الاثنين دول بيكرهوا بعض قد ايه يا ست فايزة. كل واحد فيهم بيتمنى للتاني الموت. حتى بابا ما رضيش يتهم حد، وبيقول انه مش متاكد من القاتل، وبيقول انه لو اتهم حد يبقى كده بيظلمه. انت عارفه مين اللي قتل يا ست فايزه؟ مين؟ اخوك الله يرحمه. مش فاهمه قصدك ايه. أخوك يا ست فايزة ما كانش يحب واحدة زي، بس هو اللي أصر، هو اللي خلاني أحبه. حاولت مرة واتنين وتلاتة بعيد عنه، بس اللي زي سيكمال ده ما ينسبش. كنت عارفة إن النهاية هتبقى وحشة قوي، عمرها ما هتبقى زي نهاية السيما اللي بتفرج عليها. مش عارفة أكل ولا أشرب ولا أنام، كل يوم من النوم بصحى مفزوعة يا ست فايزة من الكابوس اللي أنا فيه ده. والله العظيم صدقيني. صدقك يا سمارة، حسيت إن كل كلمة بتقوليها بتقوليها من كل قلبك. كان نفسي أبوك وأمك كمان يصدقوني ويعرفوا إن أنا مظلومة. كنت عايزاهم يفتكروني بكل خير، بس والله العظيم لا هنام ولا هشرب لحد ما اعرف مين اللي قتل سيكمال. لانه مش قتل سيكمال وبس، قتلنا انا كمان. انا عايزه اقول لك على سر يا سمارة، ما كنتش هقدر اقوله كمان اخويا عايش. يا ست فايزة، كان نفسي اخويا كمال يتجوزك انت وما يتجوزش نورهان. انتي بتتكلمي بجد؟ لاني كنت واثقه ومتاكده ان اخويا كمال ما بيحبش نورهان، رغم اللي انتي عملتيه في عيد ميلادي، لكن كنت متاكده انك عملتي كده علشان بتحبي كمال، بتحبي حب حقيقي. لكن نورهان كنت دايما بحس من طريقه كلامي معاها انها ما بتحبش كمال. كمال بالنسبه لها خطيب كويس، شاب غني وابن ناس وشكله حلو ومركزه مشرف، لكن اللي كان بينك وبين اخويا كمال كان حب حقيقي.
حب أقوى من أي شيء، لأنه كان حبه بس. تعرفي يا ست فايزة، انت كلامك حلو، قلتي كل الكلام اللي أنا كنت عايزة أقوله، بس انت عارفة ما بعرفش أتكلم زيكم. أنا والله العظيم أول ما شفتك حسيت لمؤاخذة، يعني انت زي أختي بالظبط. وأنا كمان يا سمارة عندي نفس الشعور. كان نفسي قوي يا ست فايزة الفرحة هو اللي يجمعنا، لكن معلش الحزن دلوقتي هو اللي مجمعنا. أنا والنبي عايزة أبقى أطمن عليكي يعني. وأنا كمان يا سمارة مش عايزة دي تبقى آخر مقابلة بيني وبينك. لا، هو خطيبك برضك لسه ما بيسألش عليكي؟ كلم بابا من كام يوم عشان يعزيه، وكلمني أنا كمان. ربنا يتمم لك بخير. صدقيني يا سمارة أنا ما بقتش أهتم من ساعة اللي حصل لأخويا كمان. معلش يا ست فايزة، الله يرحمه بقى. صادق يا صادق، صادق أقوموا يا ست هاني. الست الصغيرة فين؟ الست الصغيرة في الجنينة مع واحدة صاحبتها. وإيه اللي معادها في الجنينة؟ ليه ما دخلوش جوه؟ هي اللي طلبت يا فندم. هي مين؟ صاحبتها؟ لا يا فندم، الست فايزة. صاحبتها دي مين؟ معرفش اسمها يا فندم، بس وشها مش غريب عليا. يعني ايه وشها مش غريب عليك؟ طمنيني عليك يا سمارة، ولو احتجتي لأي حاجة بيكلميني. ما تحرمش منك يا ست الكل. مع السلامة يا سمارة. فايزة اطلعي. مين اللي كان معاكي في الجنينة؟ يا سمارة يا ماما. وكمان بتلطقي اسمها قدامي؟ ازاي تستقبليها؟ ازاي تقعدي معاها؟ ازاي ما طردتيهاش؟ هي عملت ايه بس يا ماما عشان اطردها؟ مش عارفة عملت ايه؟ بتسأليني عملت ايه؟ مش عارفة انها سبب في موت اخوكي، في موت ابني. بس يا ماما ما تتصوريش حالتها عاملة ازاي؟ ماما بتحب المرحومة قوي يا ماما، انتي حتى النهارده جت عشان تترجاني اديها صورة من صور. يا حرام يا حرام، مش قادرة تعيش من غير ما تبص في صورة من صور. وإذا قلت لك إن هي دي الحقيقة يا ماما، سمارة بتحب كمال حب عمري ما شفته قبل كده. اسكتي، مش عايزة أسمع اسمها، مش عايزة أشوف الأشكال دي هنا أبدا. أيوة يا بلاك، طمنوني عليكم. بقول لك إيه، انا عايز عينيكوا تبقى في وسط راسكوا، واول ما الامور تبقى تمام اطلبوني وانا ساعتها هقابلكوا في الخن. سلام. مش هنقوم نشطب يا معلم؟ مستعجل على ايه بس يا دونجو؟ يا معلم ما اللي احنا كنا بنقعد نستناها قاعده فوق وحزينه، هنقعد نستنى ايه؟ يو يا دونجو، ادي احنا مرزوعين يا اخي، انا هنروح فين؟ ولا انت وحشتك ام العيال؟ وانت الصدق يا معلم، انا وحشوني النفسين. انت معاك تموين يا امال؟ يا معلم معايا حته كده بقعد امزمز فيها حجرين حجرين، محدش ضامن الظروف اللي جايه فيها ايه. معلم سلطان، يا معلم سلطان. في ايه يا المعلمه؟ عليا عايزك دلوقتي. ما قلتلكش ليه؟ لا يا معلم. يا معلمي ده انت سيد المعلمين وتفهمها وهي طايره. تفتكر يا دونجل يا ما لسه الدنيا مخبية لسمارة مبيت علانية، صبر عليها مستنية في حياتها مرة الشمس تفان. ناس قوية وغدارة، شيخ منصر عامل كبارة، في ناس قوية.
منهم مدوبة قالوا الزمان على فين يا سمارة ماشية في الدنيا ولا همك فاكرة شطارة واللي سبب جرحك من دمك وسابك محتارة على فين يا سمارة ماشية في الدنيا ولا همك فاكرها شطارة واللي سبب جرحك من دمك وسابك محتارة على فين يا سبك محتارة على فين يا صار.